السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نضيف مسارات حركة في قلب برنامج البيوند كاد. يعني هقول له مثلا عايز اعمل مسار السيارات كرييت، وابدأ اديله مثلا مسار بالشكل دوت اهوت، وهدوس اسكيب عشان يخرج فيبدأ يظهر لي. تقدر تعدل الاسم لو انت حابب، تقدر تعدل الخصائص بتاعته. خلينا نقول شغل، الويتس، الترافيك فوليوم، والسبيد ليميتد. طيب هقول له ان انا عايز اعمل مسار لقطر، اقول له كرييت نيو من هنا لهنا، وتقدر طبعا تضيف اكتر من نقطة زي ما انت عايز. وما تخلص بتدوس اسكيب فبيبدأ يديك مقابض. ده في كل حاجة احنا شغالين فيها، مقابض دي بتساعدك ان انت تحدد هيبدأ منين وينتهي منين اهوت. كل نقطة انت وقفت فيها بيعمل لك مقبض بيساعدك في التحكم في الشكل. وبتلاقي هنا الخصائص بتاعتك بحيث ان انت تقدر تخفيه لو حابب، او تعدل الخصائص بتاعته، تزود السرعة بتاعته. طيب خلينا نشغل. طبعا كنا عدلنا في خصائص السيارة فلذلك أصبحت عريضة من ناحيتي. وكذلك ممكن تضيف مثلا باست لل الناس اللي راكبة عجلة أهو. طبعا ده المفروض كله هيبقى في المدينة زي ما نشوف مع بعض في الفيديوهات، بس هنحبنا نعمل حاجة إيه منفصلة عشان تبقى الموضوع واضح. شغل العجلة أهو. وكذلك لو حد عايز يمشي أو حد عايز يركب. طيب لو احنا عايزين نشوف انواع السيارات فباجي هنا على السيارات، واجي هنا على فيجا ليست، فلاقي ان انا ممكن اضيف انواع اخرى. هوقف واشغل تاني يبدأ يضيف لي باقي الانواع معايا في السيارات. لو انت عايز نوع واحد خلاص بتدفي بقية الانواع. يعني ممكن تقول له مثلا لا انا عايز مثلا النوع ده بس، وبعد كده نعمل ستارت نقفل ونشغل، هتلاقي نوع واحد بس اللي موجود.